هناك كلمات كثيرة ممكن أن تقال في هذه. قررت الحركة بالإجماع إعلان إدانتها للانتهاكات التي شابت عملية استقبال وتمكين المواطنين من تحرير التوكيلات للمرشح المعارض والذي ينتمي للحركة المدنية الأستاذ أحمد طنطاوي، وما يتعرضون له من استفزاز وتضييق ومنع وإيذاء، وأدانة الحركة في ذات الوقت القبض على أعضاء حملته الانتخابية بما يتعارض مع مسؤولية مؤسسات الدولة في حماية الحق الدستوري في الترشح وحق المواطنين في الاختيار. الحركة المدنية هي حركة ائتلاف لأحزاب معارضة، والمعارضة هي الأوبوزيشن، الأوبوزيت يعني المقابل وليس العدو، ولا يمكن لنظام حاكم أن يتعامل مع المعارضة على إنها عدو. النظام الحاكم يحكم ولا يتحكم، والمعارضة بتعارض أو الأقلية بتعارض ولا تتمرد. هو ده الاستقرار اللي احنا عايزينه، وهذا لا يتم إلا عن طريق الديمقراطية الدستورية. الدولة المصرية ممثلة في رئيس الدولة وأجهزتها وحكومتها يفهموا إنه إذا لم تتم الانتخابات بالصورة اللي يراها ويتوقعها العالم في كل الدنيا، أنا بتأكد وبقول إنه هتبقى عواقبها وخيمة جدا لسمعة هذا النظام ومصداقيته وحتى مستقبله فيما يخص المرحلة الجاية اللي فيها من التحديات وفيها من المشاكل اللي محتاج شرعية حقيقية.